في الفيديو ده هنشغل بايثون مع كارلا وهنشوف ازاي نعمل لود لبيئات مختلفة او خرائط مختلفة جوه كارلا. طبعا الملف ده ملف الكود اللي احنا هنشتغل بيه، يعني طبعا هيكون موجود برضو. فانت بالنسبة لك هتيجي المسار اللي انت عايز تعمل فيه الكود، مثلا ده المسار بتاعك، هاخده كنترول سي بالشكل ده كده، وتعالى هتفتح الاناكوندا برومت. طبعا هتعمل اكتيفيت للبيئة اللي احنا كنا مثبتينها المرة اللي فاتت اللي هي كارلا انف. بعد كده المفروض ان احنا هنعمل سي دي داش دي بالشكل ده كده عشان يدخل للمسار ده. بعد كده هنعمل جوبيتر نوت بوك، بحيث اني لما افتح زي ما انت شايف كده فتح لي جوبيتر، المحرر جوبيتر اللي احنا ثبتناه المرة اللي فاتت. طبعا ده ملف الكود، طبعا هو موجود عندي بس هو ممكن يكون مش موجود عندك وانت عايز تنشئه، فهتضغط على نيو، بعد كده تضغط هنا، فده كده هيفتح لك نافذة جديدة تعمل فيها الكود. طبعا احنا هنشتغل على اللي انا عامله قبل كده اللي هو ده، فهضغط عليه بالشكل ده كده. ده ملف الكود بتاع النهاردة. انا بس عايز اوريك الموقع بتاع كارلا. لو فتحت اللينك ده فيه خرائط تقدر تحملها جوه البيئة بتاعتنا. هتلاقي زي ما انت شايف في كذا تاون، من اول تاون 01 لحد تاون 12، بحيث ان انت لو فتحت اي تاون منهم تقدر تفتحها وتشوف شكلها عامل ازاي بالشكل ده كده، وتقدر تحملها، يعني ما تشتغلش على التاون الاصلية اللي جاي بيها كارل. فانت ممكن تجرب كذا تاون من دول. ده اللينك طبعا انا سايبهولك برضو جوه النوت بوك دي. النوت بوك دي زي ما انت شايف دي فيها الكود بتاعنا. الكود بتاع النهاردة بسيط، مجرد بس ان انا اشغله مع كارلا. الكود ده عبارة عن ايه؟ انا عملت امبورت المكتبة كارلا اللي احنا ثبتناها المرة اللي فاتت اللي هي 0.9.14. بعد كده استدعيت الكلاينت. الكلاينت ده عبارة عن ان انا بكونكت على السيرفر بتاع كارلا، يعني كارلا لما بتفتح فانا ببقى عايز اكونكت عليها، فعلشان كده بعمل كارلا دوت كلاينت وبعمل كونكت عليها بالشكل ده كده. طبعا في عندي حاجه اسمها سيت تايم اوت. تايم اوت ده يعني ايه؟ يعني هتقعد تحاول ان انت تشغل كارلا، لو ما حصلش استجابه منها بعد زمن 50 ثانيه اللي هيحصل ان هو هيديك رساله يقول لك مفيش داتا موجوده او كارلا مش مفتوحه، هيديك رساله ايرور يعني. ولكن معنى السطر ده زي ما قلنا ان انا كبرت بس دي خليتها 50، في المعتاد بتلاقيها 2 او بتلاقيها كمان 10. انا بس اللي خليتها 50 ليه؟ عشان اما اجي احمل تاون جديده غير التاون الاصليه اللي موجوده ده بياخد وقت. عشان كده في السطر اللي بعده هتلاقيني كاتب كلاينت دوت لود وورلد، وبتكتب فيها التاون اللي انت عايز تحملها. وورلد بيساوي كلاينت دوت لود وورلد. من شويه السطور البسيطه دي هتلاقيها ان هي بتتكرر معاك على طول في معظم البرامج اللي بعد كده، او معظم الالجوريزمات اللي بعد كده اللي انت هتعملها عشان تكونكت على بايثون او هتكونكت على كارلا. زي ما انت شايف كده السطور دي بتتكرر معاك، بس طبعا بدل ما هي 50 لا هتبقى 10، هتبقى حاجه قليله، لان انت مش كل مره بتعمل لود للورلد. الورلد انت بتعمل له لود لما تحتاجه، لكن انت غالبا بتشتغل على التاون اللي جايه بيها اللي هي الاصليه يعني. فتعال نجرب نحمل تاون تانيه غير الاصليه ونشغلها على كارلا. اللي بيحصل ان احنا هنشغل كارلا بالشكل ده كده. زي ما انت شايف دي التاون الاصلية اللي فتحت بيها كارلا. لو انت عملت ران للكود المفروض ان احنا هنستنى شوية لان هو حمل التاون التانية. طبعا انا سرعت الفيديو عشان الوقت، هتلاقي ان هو فعلا هنا هو حمل التاون التانية دي، وتقدر تتحرك فيها زي بالكنترولز اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت قبل كده. زي ما انت شايف دي التاون الجديده. تقدر تحمل كذا تاون تانيه غير التاون دي، مش دي التاون الوحيده اللي انت تقدر تحملها، عن طريق ان انت ممكن بقى تجرب اي تاون من هنا، تاون 01 02 وهكذا لحد تاون 12. ممكن تاخدهم وتحطهم بالارقام بالشكل ده كده هنا وتشوف شكل التاون هيبقى عامل معاك ازاي. طبعا انت بتحمل التاون على اساس الماب اللي هتخدم الحاجه بتاعتك. يعني مثلا انت عايز تترين الموديل بتاعك على، او تترين موديل الريانفورسمنت ليرنينج اللي انت هتعمله قدام ان شاء الله عشان تعمل سيلف درايفنج كار، فانت هتعمل له ترين على ترافيك ساينس، ففي ماب فيها ترافيك ساينس، في ماب ما فيهاش ترافيك ساينس.
فانت محتاج ان انت تنزل ماب فيها ترافيك ساينس، فعشان كده بنغير في التاون بتاعتنا. كذلك بالنسبة لباقي العناصر اللي موجودة في التاون.